تمام. انا ابتديت الحياه العلميه من عمر 14، خلصت امتحان الشهاده البريطانيه، سويت سنتين جنرال ساينسز بماليزيا. كانت النيه اني اقرا هندسه وراثيه بس ما تيسر الموضوع، فبعدها دخلت على مجال طب الاسنان، درست 5 سنوات طب الاسنان في السودان، خلصت انضميت على طول لجامعة عجمان، عملت سنة الامتياز بجامعة عجمان، بعدها عملت ماجستير بجراحة الفم والزراعة في كلية مكتوم بن حمدان جميرة، بعدها انتقلت لمجال التجميل، عملت دبلومة عليا تجميل سنتين في ساوث أفريكا كيب تاون، وعملت كمية من الكورسات في يعني في الأسنان، كورسات لتجميل الأسنان، كورسات لابتسامة هوليوود، كورسات الزراعة. اشتغلت لدى عيادات تانية فترة طويلة جدا لين ما أسست عيادة ياس لطب الأسنان. أسسنا العيادة، احنا كان نظرتنا في العيادة ان احنا عايزين ندخل يعني ابتسامة صحية، ابتسامة جميلة. اغلب الناس اللي بنقابلهم والمرضى اللي بيجوا عندنا دائما مشاكلهم الثقة في النفس بسبب الابتسامة، فبتلاقي في حد عنده مؤهلات عالية جدا بيقول لك بنترفض بسبب الشكل او الابتسامه. فالاسنان مهمه جدا جدا جدا. احنا عاده في الشغل انا شخصيا بعتمد على شغل احنا بنسميه الفول ماوس ريهابليتيشن، نستقبل المريض بتكون الحاله مدمره تماما، نبنيها من الصفر لين ما نرجع ابتسامه كامله تماما، يعني من ناحيه الصحه ومن ناحيه التجميل. في اطباء بيشتغلوا معي في العياده بيتعاملوا مع الحالات العامه اللي هي الحشوات، علاج الجذور، أنا بتعامل مع كل حالات الجراحة، كل حالات التجميل. ماجستير تبعي في الجراحة والزراعة والسوب سبيشاليتي زي ما احنا بنسميها هي التجميل الأسنان. خدماتنا بنبتدي من الأطفال، يعني الحماية وقاية ضد التسوس، بنعطي دائما نعمل يعني بنعطي لكاشر للأهل كيف يحافظوا على أسنانهم، طريقة تنظيف الأسنان المفروض يتبعوها والمفروض يواظبوا عليها ويعلموها لأبنائهم، بنروح لحشوات، تسوسات، علاج العصب، خلع الأسنان، جراحة، زراعة العظم، زراعة الأسنان، تركيبات الجسور، الهوليوود سمايل أو الفينيرز، دي طبعاً حالياً هي التوب في مجال الأسنان، أكيد مسيطرة تماماً على السوق يعني. توريد اللثة، في ناس بحبوا يوردوا لثتهم، ونشتغل بالليزر كل الأشياء التجميلية، جسور كما حكينا الجسور عادي للتعويض أو جسور بعد زراعة الأسنان، نحط الجسور على الزرعات، على زرعات الأسنان. نعم، نظافة اللثة، عمليات اللثة، تقويم، حاليا في التقويم الشفاف الانفيزالاين هذا اللي طالع في السوق، فهذا كمان عندنا موجود بالعيادة، بنشتغل حالات التقويم للصغار للكبار كاملة. نعم، فهي مبدئيا يعني كل شيء في الأسنان احنا كل الجديد بنحاول نجيبه عندنا. احنا صراحة دائما بننصح المرضى انه تنظيف الأسنان يبتدي مع بزوغ اول سن للطفل، لازم يبدأ يعلم الطفل كيف يعني، والطفل في الاول طبعا ما حيكون مهتم او ما انترستد، بس الأطفال دائما بيحاولوا يقلدوا الآباء او الأمهات، فخذوا معكم الطفل لما تنظفوا أسنانكم حيخلي الطفل انه يكون انترستد، شوية شوية حيتعود. لازم طريقة التفريش، في طريق معينة للتفريش عشان تتأكد إنه الأسنان نظيفة من كل النواحي. عندنا الفلورايد، طبقة الفلورايد هذه لابد منها للأسنان اللبنية مع بداية بزوغ الأسنان الدائمة اللي هي تطلع على سن 6. عندنا بنسميه الفيشر سيلنت اللي هو بنسكر به الحفر اللي موجودة طبيعيا عند الأسنان، لأنه هذه أكثر مكان يلقط التسوس، فهذه على عمر 6 بنحطها كوقاية من الأسنان الدائمة ما تتسوس، لأنها ما تتبدل الأسنان الدائمة، الأسنان اللبنية بتتبدل، بس لازم المواظبة مع بزوغ أول سن لازم. وإذا استمرت المواظبة بهذه الطريقة واستمر التنظيف بالطريقة اللي إحنا طالبينها من الأهل والمتابعات عند الطبيب، إحنا بنقدر نضمن إنه الطبيب المريض ما حيحتاج، يعني حاليا كمية الفلوس اللي تندفع على علاج الأسنان هذا كل سببها إنه الواحد ما حافظ أو بمجرد ما إنه حس بألم ما راح على الطبيب. احنا عادة نطلب من المرضى يجوا لنظافة اللثة والأسنان كل 6 شهور. مع 6 شهور الطبيب لازم يعمل نظرة كاملة على الأسنان، إذا في أي شيء بادي يتسوس أو في أي شيء ابتدى لمراحل إنه محتاج علاج لازم يلتزم المريض إنه على طول يبتديها، بس 6 شهور هي الفترة المثالية، هذا لغير المدخنين، لغير اللي عندهم مشاكل.
كمدخنين يعني حتى. كمدخنين لازم أسرع وأكثر، يعني دائما حسب الحالة، بس شهرين ثلاثة حسب حالة الأسنان. يعني المدخنين كمان يختلفوا، كم بيدخن، كل كم باكيت في اليوم، عدد سنين التدخين. فبس المدخنين اللي عندهم أمراض لسه موجودة، هذول طريقتهم غير، بس البني آدم الهيلثي محتاج كل 6 شهور. فعلا عالية، بس أنا بفتكر طبيب الأسنان محتاج يشتغل على نفسه. يعني ممكن شيء من الأشياء اللي فادتني إنه توفرت كثير من الفرص، تحديدا يعني حاليا الإمارات تحديدا مهتمين بموضوع طب الأسنان. يعني المؤتمرات اللي عندنا مسهلين لنا الأمور، الماجستيرات اللي اتفتحت. يعني أنا بالنسبة لي كان مسألة إني أطلع ماجستير مع وجود أهلي صعبة شوية، فوجود ماجستير بالإمارات سهل علي كثير جدا. فبعتقد إنه المواظبة المستمرة على الدراسة، على الشهادات، على التدريب، كل ما هو جديد. يعني طب الأسنان ما ينفع نواظب على القديم، لازم نجيب التقنيات الجديدة، نتدرب عليها، نأخذ عليها شهادات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني طبعاً طب الأسنان مهارة يدوية، هذه من الله سبحانه وتعالى. صحيح. إنه كيف الإيد، يعني في ناس إيدهم حلوة، في ناس إيدهم خفيفة، بس طب الأسنان وتحديداً التجميل مهارة الإيد. أنا بحاول قدر ما أقدر أدخل كل المؤتمرات. في أديك مثلاً من المعارض المشهورة جداً بالإمارات، هذه بتجمع من كل أنحاء العالم كل التقنيات الجديدة، كل الأطباء، كل البروفيسورات، عندهم ورش عمل ممتازة بتخبرك عن كل شيء جديد في السوق. الشيء الثاني أنا بحاول أعمل publishing لpapers. يعني أنا حالياً صراحة الأوراق اللي ناشراها كلها جراحة، لسه مجال التجميل ما دخلت عليه، بس مواظبة مستمرة. الطبيب كمان كل ما ينشر أوراق، كل ما هو يعمل بحوثات بنفسه بيعرف أحسن. والمواظبة على المؤتمرات تحديداً العالمية اللي هي بتجمع كل الناس، وموجودة بالإمارات، يعني حتى ما بتحتاج سفر أو انقطاع عن عمل أو شيء، موجودة. فبس إذا الناس واظبت عليها بتكون أنت ملم بكل شيء جديد وكل شيء يعني نازل على السوق. احنا حالياً عاملين حملة المليون ابتسامة، هذا التارجت اللي احنا عاملينه هذه الايام. احنا وبادينا من الامارات وحنتوسع حوالين الامارات كمان، بس حملتنا ابتديناها من الامارات. هي انه احنا عندنا تارجت انه احنا عاوزين نعمل 1 مليون هيلثي سمايل. حاليا بدينا نجهز البوسترات على اساس انه حننشر السمايلز، مصورين كل الحالات قبل وبعد يعني عشان الناس تشوف الفرق. طبعا في جزء منها بنعمله خيري او تشاريتي، بس تارجتنا انه نكمل المليون في المدفوع وفي الخيري حسب المريض، يعني حسب قدرة المريض. بس ده التارجت بتاعنا، عايزين نبتديها في الإمارات، أو أكشلي ابتديناها في الإمارات وحنبتدي ننتشر. حاليا منأسس مركز في أفريقيا، بس حنحاول ننتشر. يعني بنصح إنهم يجيبوه، وبنصح دائما إنه الزيارة الأولى للطفل يركزوا معاها جدا. يعني الطبيب اللي بياخدوه للطفل أول مرة، يعني صدمة طب الأسنان هي أول زيارة. إذا أول زيارة الطفل تقبل العلاج حيستمر يتقبل. فدائما إحنا بننصح إنه أول جلسة ما يكون فيها شيء مؤلم. يعني أول جلسة نحاول نكسب الطفل، إنه ما نعمل شيء فيه بنج أو فيه إبرة مثلاً على أساس نكسب ثقة الطفل. شيء تاني، الأهل ما يستخدموا طبيب الأسنان كتهديد. يعني إحنا بنشوف كثير في الأسر العربية إنه بهددوا الطفل بإنه حناخدك عن الطبيب، فهذا الشيء بيزرع خوف للطفل قبل ما يوصل. الطريقة اللي احنا بنستخدمها عندنا في العيادة، احنا ما بنخلي الطفل يشوف اي شيء حاد. يعني الطفل ما بيعرف انه اخذ ابرة، يعني دائما بنحاول انه الابر ما يشوفه ابدا. بنحاول نغري الطفل بالعاب، انه يعني يشوف الالعاب، يشوف انه في اطفال تانيين غيره دخلوا، وانه يشوف انه يعني اسنانك حتطلع حلوة، شوف قبل كيف كانت وكيف صارت. فدائما الاشياء دي بتسهل شوية ان نكسب ثقة الطفل. تمام. احنا يعني شويه الحالات اللي دائما كانت صعبه بالنسبه لنا، الطفل اللي بيكون راح كذا مره عن طبيب اسنان وجاته صدمه، انصدم، يعني انه مثلا المته الابره، او هو بيجي يجلس في الكرسي وانا ما حفتح فمي اصلا من الاول، ما حفتح، يعني رافض تماما التعامل. فهذا عشان توصل معاه لمرحله انه يهدى. ودائما العمر في عمر صعب، يعني عمر 6-7 سنوات ده العمر الصعب جدا التعامل معاه، يعني اصعب عمر، لانه الطفل كون شخصيته، بيقدر يرفض او يقبل، وانت ما فيك، يعني لا الاهل يقدروا ايوه يجبروا الطفل، لا انت فيك اصلا تستعمل، يعني ممنوع نستعمل اسلوب اجبار مثلا. فهذه اصعب الحالات اللي عندنا. الاطفال تاني عندنا طبعا ذوي الهمم بنحط لهم يعني رعايه خاصه، بس يعني اغلبهم
ما صعبين زي الطفل مثلا اللي بيكون ما يعني تمام ما في شيء وعمره 6-7 سنوات. هذول الصعبين عندنا طرق كثيره بندرسها خلال الدراسه انه كيف تعمل كنترول على الطفل، بس عموما في طرق صعبه جدا واكستريم، بس هذه ما بنضطر نستخدمها الا الطفل اذا عنده شيء مؤذي، يعني ممكن التهاب مثلا ينتشر الالتهاب يطلع يسبب له مشكله اكبر، نضطر نستخدم السبل اللي هي اكستريم. بس اذا تسوس الم بسيط يعني بنجيبه مره ونجيبه المره الثانيه ونهادي الطفل لين ما يهدى ويفتح، بس في النهايه كلهم بيفتحوا، واذا اول فيزيت عدت بخير باقي الفيزيت كلها بتعدي بسلام. انا شخصيا دوله الامارات فيها 25 سنه فبعتبرها يعني بلدي الثاني تماما. ما شاء الله ما شاء الله شيوخنا سهلوا كل شيء، يعني الاستثمار كان فعلا سهل من بداية إنه نعمل رقم المنشأة للرقم الاستثماري، كل شيء كان مسهل 100%. القوانين واضحة، الموضوع محتاج عدد أيام بسيطة جدا كان وخلص. الأمن والأمان ما في كلام، يعني حتى ما يحتاج إحنا نتكلم عنه، يعني مشهورة دولة الإمارات بالأمن والأمان، ده الشيء المريح بالنسبة لنا. يعني أنت بتستثمر بتحط فلوسك وأنت عارف شو حيصير، ما في شيء للفرصة، كل شيء كنترول، يعني كنترول لدرجة إنه احنا الاطباء كمان علينا ضغط، اي شيء مراقب اي شيء مراقب، فكل شيء تحت نظر الحكومه، كل شيء تحت نظر الدوائر، الاطباء، العلاجات، التراخيص، كل شيء كل شيء لازم يكون 100% بيرفكت. فانا فعلا فعلا انا من احد الناس اللي فعلا بوجه شكر كبير جدا 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 للتساهيل اللي تعطت لنا احنا كاجانب ومقيمين بالبلد. انا اول حد بوجه له شكر والدتي، توفت الله يرحمها من سنه، بس هي اللي كانت ورا كل شيء، يعني والدتي كانت متعلمه جدا جدا، كمان كانت عايشه في دوله الامارات معانا، بس هي اللي كانت ورا كل شيء، يعني هي دائما اللي تدفعنا انه لا لازم تدرسوا، لازم تعملوا شهادات، لازم تتطور، ولازم يعني ما سهل تلاقي حد في عمر صغير عنده مثلا استثمار، بس واحده من الاسباب البوش اللي احنا كنا بناخذها انه ابني نفسك من عمر صغير احسن ما تتعب بعدين لما تكبر، يعني هذا العمر اللي انت تعب فيه، دائما هذه كانت نصيحتها. فمن ناحيه ماديه من ناحيه معنويه كل شيء تماما بسببها هي. كانت عياده ياس موجوده بالشارقه بشارع المحطه مبينه تماما، وعندنا كل مريض بيتواصل معانا بياخذ اللوكيشن ماب، تواصلوا مع الاسيستنتس اللي عندنا بيعطوا العنوان، بيعطوا المواعيد، في ريمايندر سيستمز حتى، ويعني كل شيء مسهل، بس المرضى يتصلوا واحنا بنكمل. يا سلام الله عليها، يا سلام يا سلام الله عليها، يا سلام.